ثم أما بعد أيها الإخوة، فنعود إلى بصائر القرآن العظيم ومع قول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، إلى آخر الآية. نبقى مع البصائر كما ذكرنا. نذكر اليوم بحول الله عز وجل بابين ننطلق منهما إلى غيرهما. أما الباب الأول فهو باب نعمة الله جل وعلا التي أنعم بها على عباده من الناس أجمعين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، هذا الباب الأول المن بالنعمة. ثم الباب الثاني وهو التربية بالتحريم، التربية بالتحريم، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لنبدأ بالباب الأول بحول الله. أصل الكلام أن الله جل وعلا قدر في أمره وتكوينه بعد إذ خلق آدم ونفخ فيه الروح ثم خلق له من نفسه زوجة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، قدر جل وعلا أن يسكنهما الجنة. وإذ سكن آدم وزوجه الجنة كان ذلك نعمة من الله جل وعلا ممتدة لا تنقطع. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، رغد، والرغد ها هنا صفة أو نعت وهو بمعنى واحد لشيء محذوف، وكلا منها أكلا رغدا، والرغد هو العيش الهني المريء الذي يجد الإنسان لذته بغير مشقة ولا تعب ولا نصب. ولذلك السنة الرغداء المطيرة المعشبة التي لا يجد فيها الراعي نصبا ولا تعبا في رعي ماشيته وفي وجود الكلام، كأنما يأكل الغنم من جانبه لا يتعب في شيء، فذلك أكل رغد. الله جل وعلا جعل الجنة سكنا وأكلا رغدا، أي لا يتعب في طلب النعمة وفي طلب الرزق وفي طلب الأكل. وليست هاهنالك نعمة من نعم المتع المادية أجمل ولا أعظم من هذا. وكلا منها رغدا، قال حيث شئتما، أي بهذا المكان وبذلك المكان، بكل مواطن الجنة وبكل منازلها. شيء عجيب جدا، وذلك أن الله جل وعلا قبل أن يمنع يعطي سبحانه وتعالى، جاء المن أعطاك ثم قال ولا تقربا هذه الشجرة، ثم كانت الشجرة معينة وفريدة. فالنعمة التي أنعم الله بها على عبديه آدم وحواء كانت نعمة رغداء، رغد، أي لا تكاد يحدها حد، وكلا منها رغدا حيث شئتما. فالنعمة ممتدة والمكان أيضا ممتد حيث شئتما، بينما التحريم غير ممتد ولا هو غير محصور، بل محصور ومعين. ولا تقربا هذه الشجرة، فعينها بعينها حتى لا تختلط بغيرها من ناحية، ثم أيضا لانفرادها أي لقلتها شيء قليل. وجاءت شريعة الإسلام وجاء دين الله جل وعلا الحق يحمل هذه الأصول التي خاطب الله جل وعلا بها نبيه آدم وزوجه. المباح هو الكثير هو الأصل، والحرام قليل قليل قليل. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، لأن الإنسان حينما يشبع عن نعمة الله التي لا تنحد بمكان ولا بزمان ولا بنوع ولا بصنف، لا تنحد ولا تنحصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصى، فيترك ذلك كله ويختار هذا المنهي عنه، هذا القليل النادر ليدخل فيه وليأكله. ظلم، ظلم لنفسه حقيق. ونعم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا
لا تنحصر أيضا، بدءا بنعمة الخلق وانتهاء بنعمة الإيمان. فالله سبحانه وتعالى أنعم وأعطى قبل أن يمنع، وإنعامه سبحانه وتعالى على عباده تكريم ورفعة، وفيه تقريب. عسى أن يعرف العبد هذه النعمة، وعسى أن يتعرف العبد إلى ربه من خلال هذه النعمة، لأن الإنسان مفطور على شكر المنعم. أي منعم، لو أن أحدا من الناس أعطاك هدية فإنك تجد نفسك في حاجة فطرية طبيعية إلى أن تقول له شكرا. فالله جل وعلا وقد فطر الناس، كل الناس على هذا، أنعم عليهم ابتداء، فكانت نعمة رب العالمين على العالمين قبل خلقهم وعند خلقهم وبعد خلقهم، نعمة محيطة شاملة. لو بقي الإنسان الدهر كله وهو يحصي أو وهو يعبد لما استطاع أن يحيط ولو بجزء يسير جد يسير من نعم الله جل وعلا. ما يستطيع أنه يحيط بشيء من نعم الله جل وعلا معرفة ولا شكرا. فقيدنا مولانا بالنعم وأغرقنا في النعم، وحينما يشعر العبد المتدبر المبصر لهذه الأمور أنه غارق في النعم، أنه عاجز عن الشكر، عاجز، فيتحقق في قلبه معنى العبودية. ولله المثل الأعلى، لو أننا في العلاقات الاجتماعية البشرية حدث أن شخص أكرمك بشيء ثم قلت يعني ما ينبغي إلا أكرمه، أكرمه أنا أيضا، فأكرمته بشيء آخر ثم أكرمك بما هو أعظم ثم أكرمته ثم أكرمك بما هو أعظم حتى غلبك، ما بقيش عندك الجهد تزيد تبعه في إكرامه. أش كيحصل؟ حصل عاجز عن الشكر، كتولي تشوفه تولي حشم لأنه غلبك بالإكرام. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، فالكرم يجعل الإنسان الذي يشعر بمعنى الكرم مملوكا للكريم الذي أكرم. هذا الإنسان اللي بقي على الأصول دياله الإنسانية. أما الذي فقد حاسته، لا أقول الدينية، قبل ذلك البشرية، ضاعت فطرته فهو لا يشعر بشيء. وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد، اللؤم فساد الطبع، كتخسر الطبيعة البشرية الآدمية في الإنسان فيكون بذلك لئيما والعياذ بالله. الرب العظيم سبحانه وتعالى أكرم وأنعم وأجزل في النعم، وكل منها رغدا حيث شئتما. صحيح أن السياق يتحدث عن الجنة، لكنه منطلق فعل الله إزاء الإنسان. أول شيء بعد الخلق وبعد الهداية أنعم الله بها على آدم، هذا من نعم المتاع، متاع الجنة. فكان بذلك منهجا لله جل وعلا في التعامل مع الإنسان، أي إنسان، إلى يوم القيامة، يطوقه بل يقيده بنعمه. ولا يوجد بشر على وجه الأرض غير مطوق بالنعم، غير مقيد بالنعم. تدبر النعمة، مطالعة النعمة، كما قال ابن القيم رحمه الله، مطالعة النعمة، تطالعها أي تتبصر جمالها وبهاءها وتسيح في مقاصدها ومعانيها وتجلياتها في نفسك وفي خلقك وفي كل ما حولك. مطالعة ذلك يجعلك تعرف لله جمال إنعامه وكمال إفضاله، ويشعرك بأمرين. قلت الأول كما سبق الذكر العجز عن شكر النعمة، الثاني المحبة، تحب هذا الذي أعطاك، تهادوا تحابوا. فإذا كان الرب جل وعلا هو الذي يهديك ويهديك ما لا طاقة لك برده على الكمال، فأنت آنئذ تشعر بأن هذا الرب جميل ويتعلق قلبك به محبة. إضافة إلى المعنى الأول العجز عن شكر النعمة، تصبح عبدا، وهذا المطلوب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما يمكن أبدا أن يعبدوه لو لم يعرفوه. تعرفه أولا، وتعرف إنعامه، وتعرف جماله، وتعرف إفضاله، ليتعلق قلبك به محبة ورغبة ورهبة، رغبا ورهبا حقيقة. يعني تصرف رب العالمين مع الإنسان بدأ أول ما بدأ بإفاضة النعم منذ البدء، وهذا شأن الربوبية. الربوبية ذات الجمال والكمال،
شأنها الإفضال على العباد والإغداق بالنعم التي لا تحصى. فلنتعرف إذن إلى مولانا من هذا الباب الواسع الفسيح، فإنه باب الجمال وباب البهاء، يورث القلب المحبة والخضوع لله الواحد القاهر سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا تقربا هذه الشجرة، عينها تعيينا تماما كما عين المحرمات في الكتاب والسنة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. عدها وأحصاها وحصرها حصرا. المحرمات محصورات، من الأطعمة ومن الأشربة محصورة. هذه الشجرة، وسمى المولى المحرمات بأسمائها حتى لا يبدلها شيطان ولا يغيرها معاند. سمى الخمر خمرا، سمى الميتة ميتة، سمى الدم دما. من تختلط عليه هذه الأسماء إلا منافق أو معاند أو جاحد، وإلا فهي واضحة وضوح الشمس كما يقولون في رابعة النهار، كما قال لآدم وزوجي: هذه الشجرة، هذه ماشي هذه، لا هذه. فكذلك قال الخمر: إنما الخمر والميسر والانصاب، سمها بإسمائها بلا كنايات ولا إجمالات، هي كما هي. ويترك الإنسان الآن العيش الرغد، يتركه وهو يملأ الدنيا طولا وعرضا، ويأتي إلى هذه الشجرة، إلى الخمر، إلى الزنا، إلى كل ما نهى الله جل عنه. وما نهى الله جل وعلا عنه هو القليل، هو القليل إذا قورن بالعطاء الابتدائي الأول. رغدا، والأصل في الأشياء الإباحة كما يقول الفقهاء. لماذا هي الأصل؟ لأن الله أنعم أولا، أنعم أولا وأعطى أولا، ثم منع. منعه سبحانه وتعالى ليس منع عقوبة، لا إطلاقا، ولا هو منع حرمان، كلا، وإنما هو منع تربية. الله لا يحب هذه. أتحب الله؟ نعم أحب الله جل وعلا. فمن أحب الله فإن الله لا يحب ما نهى عنه، فوجب أن تكره أنت أيضا ما نهى عنه. وجمال العبودية قلت، وكمالها في أن تجد نفرة طبيعية من الحرام، تكره لأنه خبيثة من الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سماها خبائث، والخبائث جمع خبيثة، والخبيثة هي ما يستقذره الإنسان، يستقذره شي حاجة اللي تعيفها، تعيفها. لو عرضت عليك جيفة أتقبل أن تأكلها؟ لا تأكلها حتى ولو كنت جائعا، واضح ما تدزلكش، وإنما يأكلها المضطر الذي يبلعها ولا يكاد يصيغها ولا يستسيغها دفعا للهلاك عن نفسه، لا أقل ولا أكثر، كما يأكل الحجر أو التراب. لأن النفس من شأن فطرتها أن تعافى الشيء المعيف من الجيف ومن الخنزير. إذا نظرت إلى الربا مثلا أو إلى الزنا ونفسك تشتهيه، فمعنى ذلك أنك لا تفهم معنى الحرام. الزنا خبيثة، يجب أن تستقذره نفسك. الربا، درهم الربا خبيثة، يجب أن تستقذره نفسك. في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: درهم ربا، درهم واحد أشد عند الله من 60 زنية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه خبيثة من الخبائث، لأنه شيء مستقذر. المال الحرام مستقذر. فالمولى الكريم علم المؤمن أن يستقذر الحرام، يعيفه، ما يقبلوش، نفسه تعيفه، أن يستقذر الحرام ترقية للذوق وتربية للوجدان وتعلما للمحبة لله الواحد القهار. لأن الله الجميل أسبغ الجمال على النعمة وحرم الجمال كل خبيث، فكل خبيث خبيث. فإذ قال: ولا تقربا هذه الشجرة، لأنها لا جمال فيها ولا نعمة فيها، وهي شجرة الحرام التي تمتد ثمارها مع الأسف في هذا الزمان في كل مكان. حقيقة الشجرة المذكورة في الجنة، يعني في العهد القرآني الغيبي، شجرة
لكن أحدث هاهنا عن معنى إشاري، أي أن هذا المحرم هو الذي ينهى عنه الله جل وعلا في الشريعة، وهو في إشكاله الآن التي تعيث في الأرض فسادا. الله سبحانه وتعالى يربي ذوق المؤمن فيستقذر المحرمات، ولذلك يكون فرق كبير بين المؤمن والكافر. الكافر من اليهود والنصارى، هؤلاء الذين يقلدونهم المسلمون اليوم مع الأسف في خبائثهم، ونظن أنهم على ذوق رفيع، كلا أبدا، لا يأكل الخنزير إلا خنزير وسخ قذر، ولا يشرب الخمر إلا فاقد الذوق فاقد الإحساس بالجمال. وذكرت قبل أن المؤمن المسلم الحقيقي الذي ذاق حقيقة الإيمان هو أحسن الناس تذوقا لأي شيء للحياة. الحياة، واحد عايش في الحرام كيقول لك خليني نعيش، لا يعرف ما العيش إطلاقا، وإنما يعرف العيش حقا المؤمن الذي يجد اللذة الكاملة في زيتونات من الحلال، والذوق جمال النعمة الإلهية في زيتونتين أو ثلاث. أما هذا الضائع التائه الذي يجد لذته في المحرمات فذوقه مفقود، هذا مسدود مقفل، أم على قلوب نقفالها، مسدود لا يذوق شيئا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. السفساف من عسفاس، يعني الأشياء الساقطة المنحطة التي لا ذوق لها جميل، لأنه في سياق الجمال. بهذا المنطق يفهم المؤمن الحلال والحرام في القرآن وفي السنة، وبهذا المقصد العالي الرفيع جاء التحريم والنهي في القرآن لتربية المؤمن وتربية ذوقه، يعلمه كيف يعيش الحياة الدنيا قبل الآخرة، يعيش الحياة الدنيا بحلاوة وبمتاع وبجمال وبكمال وببهاء، من حيث إنه يرى القذر والوسخ في كل ما نهى الله عنه، ويرى الجمال والكمال والبهاء في كل ما أباحه الله أو أمر به. النفس الإنسانية إذن تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول، يعني أتحدث عن النفس الإنسانية هذه التي هي في زماننا أنا وأنت. الأمر الأول إعادة تصحيح المفاهيم. مع الأسف حينما نرى كثيرا من الشباب مثلا يقلد الشباب الأوروبي والأمريكي في طريقة قص الشعر وطريقة اللباس، قبل سنوات قريبة كان الإنسان يعني يتعطل ثوب فيه واحد نوع من اللين كي يكرهه ويستقدره. لما؟ لأنه فيه نوع من الأنوثة، ما كي يرضاش الشاب يتصف بالأنوثة. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. الآن عجيب ماذا وقع للدنيا، يسعون إليها سعيا. الفطرة مسخت، فطرة الإحساس الذوق ديال الناس مسخ ضاع. ليس هكذا، لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، إنما ذلك النهي لأنه يفسد أذواق الناس ويفسد طبائعهم وسجاياهم الفطرية التي فطرهم الله جل وعلا عليها. نهار تفقد الفطرة بالإحساس بذاتك تفقد ذوق كل شيء، فيستوي لديك الحلال والحرام. ما خص شيء نهائيا أن يتخذ اليهودي أو النصراني قدوة وهو قذر نجس، كيف تتخذه قدوة وأنت أطهر منه وأعلى عند الله، أعلى عند الله جل وعلا، هو يقتدي بك لو كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كأن القرآن غير موجود بين أيدينا، وكأن السنة غير حاضرة في مصنفاتنا، إذ نرى أحوال إخواننا وأبنائنا وأمهاتنا وأخواتنا على غير منهج الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وجب إذن أن نعود إلى هذا، تصحيح المفاهيم، تصحيح ذوق الحقائق، فيشعر المؤمن حينما يبصر حقيقة من حقائق القرآن أنه يملك شيئا لا يملكه اليهودي ولا النصراني، فأنت أعظم منه وأنت أحسن منه، تعرف عن ربك شيئا وهو لا يعرف شيء، والمعرفة بالله هي رأس العلم وخير العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الجعذري الجواذ كما شرحته قبل،
الإنسان الخشن القاسي الجماع المناع للمال، ووصفه فيما وصفه قال: عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. وقال قبله: جيفة بالليل حمار بالنهار. جيف بالليل لأنه ينام على غير صلاة ويصبح على غير صلاة، وحمار بالنهار إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يملأ الأسواق والأزقة صخبا بفمه أو بدراجته، كي اللي يعجبه يعني يدير الدراجة اللي تفرع للناس الودنين ديالو. هذا الصخب الذي يؤذي الناس. وفي الحديث الصحيح: من آذى المسلمين في طرقاتهم استحق لعنتهم. وهو حديث صحيح. ماذا يفعل هؤلاء؟ تلفزيون، سينما، لا أقل ولا أكثر. يشوف ولاد اليهود ولاد النصارى يديروا هذا الشيء في الأزقة وينقزوا فوق سيارات ديال عباد الله في الشوارع الأوروبية والأمريكية ويقلد ذلك. ها هنا لو فعلوا أي شيء مما استقدره الفطرة والطبيعة لفعله هؤلاء. عجب، أين أنت؟ أنت ذاتك أين هي؟ منعدمة، مفقودة، غير موجودة. وجب أن تحقق ذاتك إذن، وإنما تحقيق الذات بتربية الذوق، ولا يتربى هذا الذوق إلا بمطالعة النعم الربانية. وتعرف فينا هي النعمة وفينا هي النقمة. الناس اختلطت بين أيديهم النقم والنعم، فهو في نقمة شديدة ويظن أنه يعيش هكذا يعبرون نعمة. وذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. هو أخو الجهالة يجهل كل شيء، لا يعلم شيئا عن الله وعن الآخرة، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، يعيش الشقاوة المحض ويظن أنه متنعم، وهو في عذاب شديد في الدنيا، أقول في الدنيا قبل الآخرة، ولكنه لا يشعر. وما لجرح بميت إيلام، لا يشعر. حينما يقدر الله له يقظة ما يتعجب من نفسه، كيف استطاع. هذا شاهدناه في كثير من التائبين الذين جاءوا من الخمارات ومن الزنا ومن عالم البلاء والفتن، تعجبوا من أنفسهم كيف صبروا على تلك الروائح الكريهة كل ذلك العمر. كيف صبروا؟ الأنوف كانت مزكومة، ما كانش كيشم، لا أقل ولا أكثر، كان يشم بأنف إبليس. والإنسان حينما يألف الروائح الكريهة يفقد الشعور بها، صافي كيبقاش يحس بالروائح الخبيثة إذا عاش فيها مدة طويلة. يألفها، متى يعرفها؟ حينما يتنفس يوما الهواء النقي ويعود، آنئذ يشعر ويدرك أنه كان على ضلال مبين. نحن المسلمين اليوم في حاجة إلى فتح أذواقنا على كتاب الله، شما ولمسا وذوقا وإبصارا، حواس كلها يجب أن تستيقظ وتستيقظ على كتاب الله وآياته العظمى، لنبصر الحقائق ونسمعها ونلمسها، فتتنزل الآيات على قلبك آنئذ كما تنزلت على قلوب الصحابة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتحول القرآن آنئذ بين يديك أداة عجيبة فعالة في النفس وفي المجتمع، كما كانت عصا موسى صالحة لكل شيء عجيب، تفجر نهرا وتقسم بحرا وتهلك الصحراء وتفعل الأعاجيب. كذلك آية واحدة من كتاب الله إن أبصرت حقيقها تتحول بين يديك معجزة. هي معجزة في أصلها، أو ليس ذلك هو كتاب الله جل وعلا؟ بلى، وإنما القلب الذي يتلقى مسدود، فيه صدى مقفل. هذا الأمر الأول، تربية هذا الذوق من جديد على كتاب الله جل وعلا، لندرك المفاهيم ولنبصر الحقائق كما هي، ونعرف الحق والباطل، ونتذوق الحرام فنمجه ونستقذره، ونتذوق الحلال فنستحليه ونستزيد منه لا نشبع. والحلال كل الحلال إن أخذته بقصد الإذن ومن باب الإذن فأنت متعبد به، لأن معنى الإذن أن الله أذن لك في الشيء، يدخل فيه المباح ويدخل فيه المطلوب ندبا ووجوبا، كل هذا إذن. إذن فحتى شرب الماء، حتى النفس تتنفسه، حينما تطالع وجه النعمة فيه وتأخذه من باب أن الله أذن لك فيه، فأنت متعبد لله بالمباح. وفي بضع أحدكم صدقة
قيل أويأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر يا رسول الله؟ قال بلى. أرأيت إن وضعها في حرام ألا يكون عليه بذلك وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في حلال، وسائر المباحات من الحلال الذي يخدم هذه المقاصد العظيمة في الدين يعبد الله به، لأنك اخترته وتركت المنهي عنه. أرأيت إن وضعها في حرام. الأمر الثاني الذي نحن في حاجة إليه اليوم أن نقوم بحق الجيل علينا. أنت مسلم، نعم، كيف صرت مسلما؟ لأن أباك مسلم ولأن أمك مسلمة. حق ابنك عليك أن يكبر مسلما، حق ابنتك عليك أن تكون مسلمة، لأن هذا المعنى أنت أيضا أخذته عن والديك. الجيل الماضي أوصل إليك الإسلام على قدر طاقته بالذي أوصله إليك. زماننا زمان فتن، تدخل في تربية الجيل التلفزيون وبهيئاته الجديدة من المقعرات الهوائية والشبكات الإلكترونية المختلفة، وسائر وسائل الاتصال الرهيبة كمواقع القطر. في الحديث النبوي الصحيح العجيب الذي صعد فيه النبي عليه الصلاة والسلام على أطم من آطام المدينة وقال للصحابة، طلع النبي صلى الله عليه وسلم واحد الحصن من الحصون ديال المدينة المنورة وكانت مربعة الشكل ذات سطحين، صعده النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الصحابة فقال له أترون ما أرى؟ طبعا هم لا يرون شيئا، لأنه كان يرى عن ظهر الغيب ما أنبأه الله به مما يقع بين يدي الساعة. قال إني أرى مواقع الفتن خلال منازلكم كمواقع القطر. فسره أحد شراح الحديث، والحديث صحيح الإسناد طبعا، فسره أحد شراح الحديث فقال هي الفتن التي وقعت للصحابة. قد يكون جزء من المعنى هذا. وشأن الآيات والأحاديث أنها تسع الزمان وتسع المكان، وأعظم وأخطر تأويل لهذا الحديث هو زماننا، لأن من معاني التأويل الواقع، الواقع تأويل، والتوقيع للمعنى تأويل، يتأول القرآن أي يطبقه. مواقع الفتن خلال منازلنا اليوم تماما كمواقع القطر، هل شتاء كمواقع القطر كمواقع المطر في كل مكان، لا يكاد أحد يسلم من الفتنة. إن لم تأتيك من رأسك جاءتك من أسفل، إن لم تأتيك من أسفل جاءت من يمين، جاءت من يسار، من أمام، من خلف، من كل مكان، مثل المطر تماما. وهو تشبيه عجيب من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع كلمة، حينما يهطل المطر بغزارة ما تستطيع أن تفلت من البلل، ما يمكنش ما تفزكش بالماء، مستحيل. ولو جعلت لنفسك مظلة فإن الماء يقطر عليك أحببت من كرهت، إن كثيرا أو قليلا حسب احتياطك. فكذلك الفتنة في هذا الزمان، احتط، نعم الاحتياط يمنعك الكثير لكن يصيبك الشيء، فتحتاج إذن إلى شيء آخر، إلى الاعتصام بالله جل وعلا ودوام الذكر ومصاحبة القرآن، بل تحتاج إلى يقظة قلبك على حقائق القرآن لتبصر بها صباح مساء. فما بالك إذن بإبنائك وبخلانك وإخوانك وأخواتك وبناتك وزوجك، كيف تبصرهم الحقائق؟ والمرايا، مرايا الشيطان متعددة تحيط بك من كل مكان، المسؤولية تضاعفت. ومن هنا فنحن في حاجة إلى بعثة جديدة، نحن في حاجة إلى بعثة جديدة قرآنية. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. البعث فعل الله جل وعلا وليس فعل الإنسان، والبعث له معنى إحياء الموات، الشيء الميت كيعود يحيي الله تعالى. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وله معنى الإرسال، إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نحن في حاجة إلى البعث بالمعنيين، إحياء الموات لأن الأمة ميتة، فقدت إحساسها بالحلال وفقدت إحساسها بالحرام فاختلط عليها ذلك، لأن نتحدث عن غالب الأحوال، رب الله تعالى السلامة والعافية. ونحن في حاجة أيضا إلى الإرسال، لأنك أنت وأنا وكل مسلم على ذمته وعاتقه مهمة تبليغ الجيل الذي بعده أمانة الجيل السابق. ماذا تبلغ؟ تبلغ بصائر القرآن
وحقائق السنة. القرآن من حيث هو حرف ورسم بالغ لكل مكان، عالم كله فيه المصحف، لا توجد رقعة في الأرض لم يبلغها القرآن من حيث هو مصحف، بلغ كل المكان. ولكن حقائق القرآن لما تبلغ كل مكان، لأننا نحن المكلفين بتبليغ هذه الحقائق، تبليغها إلى أنفسنا أولا، وتخليق النفس بأخلاقها، وصبغ الفطرة بطبيعتها، ثم أيضا إلى تطبيقها تربية للجيل ولمن حولك. تبدأ طبعا بأسرتك، أسرتك، ابنك، ابنتك، زوجك، أول الناس أنت تتحمل مسؤوليتهم، تتحمل مسؤوليتهم من حيث تبليغ هذه المقاصد وهذه المعاني، وتذوقهم كما أنك تذوق. لا يعقل أن تخرج إلى الفجر تصلي وتترك زوجك تغط في نومها، وأبنائك تقول باقين صغار وهم قد بلغوا ما بلغوا. أيقظ منزلك للصلاة، أطرد الشيطان من فرش أبنائك وبناتك، اشعل قناديل الهداية في منزلك، أعمر بيتك بالقرآن العظيم تلاوة وتدبرا، ولا تخلف الشياطين في بيتك إذا خرجت أنت إلى المسجد، بل أخلف في بيتك الملائكة تحضر مجالس الذكر وتستمع القرآن من زوجك وأبنائك. غلط كبير عند الناس، الولد قدو قداش كيقول لك باقي صغير، باقي صغير إلى متى؟ ومفاهيم مقلوبة. يجي الابن يعني فاقد الشعور بالخمر، سكران، يقول له ودي باقي عليه الحال، مازال ما يتوب، باقي صغير. هذه كنسمعوها من عند الناس، عجيب. إقرار الناس على المعصية صار ثقافة شعبية، هذا خطير جدا. معنى ذلك إذن أننا فقدنا الشعور بكياننا من حيث إننا مسلمون، وفقدنا الشعور بالعبودية. الذي يحس بالعبودية لله الواحد القهار ويشعر أنه عبد مملوك، أنت ماشي ديال راسك، مملوك لله الواحد القهار، وجب عليك إذن أن تؤدي حق الملكية، هذه ملكية، فالله مالكك وأنت مملوك، لا حق لك في نفسك بهذا المعنى. هذا الحق كله لله جل وعلا، فكيف تتصرف في أمره ونهيه تحريفا وتأجيلا؟ أنت تأجل توبة ديال العباد، تقول له بالله عليك مازال. نحن في حاجة فعلا إلى العودة، بل إلى الرقي، إلى الرقي إلى مستوى الخطاب القرآني. ماشي يعني المشكل علمي، يعني الخطاب القرآني راه شي حاجة اللي ما كتفهمش، لا ليس هذا المعنى المقصود، ولكن الرقي بالإحساس. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن يسير لكن أجهزة الاستقبال مسدودة، وتحتاج إذن إلى مستوى أعلى من الإحساس الوجداني والإنساني. الإنساني شعر بالإنسانية ديالك، شعر بالعبودية ديالك للخالق جل وعلا. يصل آنئذ خطاب الله إلى قلبك صافيا، وتقع بعثتك أنت، فبعثة الله قائمة. وإنما المشكل في من يتلقاه. رحم الله شاعر الهند محمد إقبال، قال واحد البيتين طريفين. قرأ قصة ديال موسى عليه السلام في كلام الله جل وعلا له وتكليمه إياه بجانب الطور الأيمن، فقال مستنبطا من ذلك: تجلي النور فوق الطور باق، فهل بقي الكليم بطور سينا. تجلي النور، نور الوحي باقي، حقيقة القرآن نزال، القرآن الذي كان معجزة بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكرامة بين أيدي كل الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة، لا يزال كذلك، يعطي عطاءه بكل قوة، وتتدفق منه كراماته وجماله، ما يزال كذلك. ولكن هل بقي الكليم بطور سينا؟ موقع التلقي في القصة القرآنية اللي هو طور سينا، الآن بالمعنى موقع التلقي الأهلية، الأهلية لتلقي كلام الله. هذه الأهلية هي مدى الصدق الذي بقلبك، مدى الصدق الذي بقلبك وأنت مقبل على الله، أنت تائب إلى الله، أصادق في توبتك تلك، أم أنك ما زلت متذبذبا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ما غادي تسمع ولو أنا إذن، لن تتلقى شيئا ولن تبصر شيئا ولن تكتشف شيئا حتى تشعر بقذارة القذر
وبحلاوة الحلو وتستقيم الأذواق عندك على أصولها الشرعية. أنا إذن افتح قلبك للقرآن ستجد حلاوته وستبصر به، ستبصر به تماما كما يبصر الأعشى ضعيف النظر بالنظارة إذا وضعت على عينيه، يبصر الحقائق كما هي. قال عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فأزلهما، المعصية زلة، والزلة انزلاق، يكون الإنسان في مكان عالي حل جبل وغادي ويزلق، إذا زلق على الجرف الحاشية الجنب اللي فيه الهاوية في الحفرة غارقة ينهار، يهود بواحد شكل هاوي في الفراغ، زلة. فأزلهما الشيطان عنها. كثير من الناس يعيشوا المعاصي ومستمرين لأنهم لا يذوقون ولا يدركون أنهم يزلون عند كل معصية زلات، يعني انهيار خطير، زلة. وفرق العلماء في الفقه بين الخطأ والزلة، شيء عجيب جدا ذوق العلماء، علماء المسلمين. الخطأ في الفقه هو ما لم يقصد ولم يتعمد وبذل فيه الجهد من أجل الوصول إلى الحق ومع ذلك ما جابش الله التوفيق، مثل هذا صاحبه مأجور، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. وقالوا الزلة هي الرأي أو الفقه بين قوسين كلمة فقه الذي يصل إليه الإنسان إما بغير إعمال أدوات الاجتهاد أو لأنه أصلا ليس بمجتهد، هذه زلة كتسمش خطأ. أخذا من هذه المعاني، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقال الحق جل وعلا لتهويل ضياع النعمة: فأخرجهما مما كانا فيه. مذكروش، هذا إجمال بتعبير الأصوليين، مجمل أي ليس فيه تفصيل، خرجهم من ذاك الشيء اللي كانوا فيه. وشنو هو ذاك الشيء اللي كانوا فيه؟ ما ندري. ليس المقصود التجهيل، لا، المقصود التعظيم، يعني مهما أعطيتك من العبارات فالعبارات قاصرة عن بيان ما كان فيه، وكان في خير وكان في كذا وفي كذا وضاعف ذاك الشيء اللي كان فيه. هذا التعبير يوحي بأن المضيع أو الشيء الضائع عظيم 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 لا يحاط وصفا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما كان فيه. وتخيل أنت بالخيال ديالك حتى تشبع ينتهي الخيال ولا ينتهي جمال وبهاء ما كان فيه، يعني ضياع كبير. فأخرجهما مما كانا فيه بسبب الزلة. الزلة مصيبة، ولو علم المؤمن خطورتها وحجمها ما أقبل عليها، ولكنه لا يقبل عليها إلا وقد أعمى الله بصيرته، نسأل الله العافية. لا يقبل المؤمن على زلة إلا وقد أعمى الله بصيرته عن تبين خطورتها ومنجرفها الذي يزل فيه. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عمى، عمى. الناس اليوم مصابون بالعمى، نحتاج إذن إلى تجلية أبصارنا للإبصار والعمل في أنفسنا وفي من حولنا من أجل تقديم بعض النور لمن يعيشون في الظلمات. والظلمات حالكة، بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه، نسأل الله السلامة والعافية. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المتطهرين، اللهم اغفر لنا أجمعين، واجعلنا لآلائك ولنعمائك من الشاكرين، واجعلنا لك من المتبتلين المتعبدين. اللهم متعنا بأبصارنا ومتعنا بأسماعنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم عافنا في ديننا وعافنا في أبداننا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، وأصلح لنا أبناءنا ونساءنا وذرياتنا، واجعلنا لك بذلك وقبلنا
قبل ذلك وبعد ذلك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.